فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. شكر الله لك أخونا معاذ، وكتب الله لك الأجر. نستمع للجنة التحكيم الشيخ محمود العكاوي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. تلاوتك أستاذ معاذ تلاوة طيبة، مهذبة الحروف ومجودة المباني، وعشنا هذا المقطع القرآني بتلاوة جميلة. ولكن هناك ملاحظة، وهي الملاحظة الأولى أن تلاوتك هي من مرتبة الترتيل وليست من مرتبة التحقيق. الأمر الثاني، لاحظت أن المد الطبيعي عندك ينقص في أماكن وتعطي حق في أماكن، مثل وقال كانت ناقصة، قالوا أولم تكوا تأتيكم، هنا المد كان ناقصا المد الطبيعي. وكذلك الوقوف على لفظ الجلالة، لابد من تبين الهاء وتفخيم اللام، وتفخيم اللام في لفظ الجلالة. وكذلك الآخرة إن وقفت عليه لابد من إظهار الهاء حال الوقف. وكذلك النار، لم يكن الحرف واضح حال الوقوف عليه. تساوي المدود، لم يكن هناك مساواة في المدود، سواء كان المد المتصل أو المد المنفصل. وحينما وقفت على متاع لم تكن العين هو حرف بيني، لم تكن واضحة معك كامل الوضوح. ولكن في المجمل قراءة طيبة، جزاك الله خيرا وفتح الله لك. شكرا لك شيخ محمود. ننتقل للجنة التحكيم الصوتي مع شيخ محمد مكي، تفضل. أحسنت أخي معاذ، وتقبل الله قراءتك، جميل جدا عندما قرأت بصوت عالي أو صورت لنا رغبة هذا الإنسان الصالح، هذا النبي يدعو قومه، ويا قوم ما لأدعوكم بالجواب، وهو يعني صاحب لهفة ورغبة لقومه. ثم لولا أنك بدأت متوترا كانت قراءتك رائعة، لكن هذا التوتر صاحبك في تلاوتك فكان له أثرا على التلاوة. أحسنت ثابر، يلزمك إن شاء الله متابعة، بارك الله بك. شكرا لك شيخ محمد، تفضل الشيخ ماركو. دائما دائما وأبدا للقارئ مهما كان، سواء كان إماما أو مؤديا، اختيار الطبقة له دور أكيد في خلال التلاوة، خانه التعبير في اختيار الطبقة. ولكن أريد أن أؤكد على سيدي، أنت محب للسيكا، فتجليت في مقام السيكة وبارك الله فيك، صورت لنا دعوة زي ما قال الشيخ، تجليت في السيكة، خرجت ورجعت، فكنت حتى أكثرت منها في أدائك، فتح الله عليك. شكرا لأعضاء لجنة التحكيم، شكرا لك أخي معاذ، موفق إن شاء الله. والآن إلى المتسابق الرابع معنا في هذه الليلة مشاهدينا الكرام من المغرب، خالد علي العابدي، أهلا ومرحبا بك. آمين.
أهلا سيك. أهلا وعليكم السلام. ياك لاباس. تفضل. الله يبارك فيك وفيك بارك. أهلا وسهلا.